السلام عليكم. درسنا اليوم عن النقود، فرح نبدأ اليوم بقطعة العشرات قروش، ونقول أن كل 5 قطع من فئة العشرة قروش تساوي نصف دينار. أما فئة العشرة قروش فتساوي قطعتين من فئة 5 قروش. النصف دينار، قطعة النصف دينار تساوي قطعتين من فئة 1/4 دينار. قطعة الدينار تساوي قطعتين من النصف دينار.